حاول قرب ميكرون دقمك وهايد. اذا متابعي قناه شفت تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه طنجة. حاليا كنتواجد مع واحد السيده عندها واحد المعاناه ليا كبيره، كتعيش الظلم والحقره والتعنف من طرف الزوج ديالها اللي كيتعدى عليها ولا حان الزنقه، وما عندها فين تمشي، ما عندها لا حنين لا رحيم، وكان عندها ولدة ما بغاتش تدك الابن، يعني يعيش حتى هو تشرد ويعيش الحقره. عطاتو شي ناس يربيوه باش ما يتعقدش. حاليا كتقول بلي راه ما عندهاش فين تمشي ابدا. لا خليك حنا كاين الوقت، خليكم معها تعاودنا القصه ديالها. حاول تعلي صوتك شويه، تفضل. السلام عليكم. انا سيد مجوجه. شوف علي صوتك شويه. السلام عليكم. انا مجوجه، عندي مشاكل مع الراجل كيتعدى عليا بالمعقل، والله ما كنكذبش في هذا الشيء، اقسم بالله العظيم اللي كيتعدى عليا. ودابا السيد خصو يتزوج ويتعدى عليا انا بسبه سيده اخرى كيتعدى عليا انا. شنو قلت له؟ انا بايت عيب الزنقه، كما كانت شي البنت كدات لي الدار ديالهم بايت عيب الزنقه. انا عايشه دابا التشرد قسما بالله، ما عندي فين نمشي، ما عندي فين نجي. عرفتي اللي كتشوف صور الحوايج ديالي، هذا اللي كدير لي امبارح انا كندور كما كنتش كنبعد تقاشر الناس مساكين كيتعاونوا معايا قسما بالله. شحال وانت مزوجه بهاد السيده؟ 2018. وبالنسبه يعني الولد اللي عندك معاه شحال عمره؟ ما عنديش مع الولد، عندي مشكل مع الولد. نعم؟ عندي مشكل مع الولد، ما خصنيش نقول هاد الشيء. ودابا حاليا شنو الطلب ديالك؟ ما يتعاون معايا ينكري شي بيت وصافي على قد. حاليا دابا يعني فين كتبات؟ في الزنقة مرة هيك مرة. وشحال هو بني ماك هذا؟ كان الدور بني ماك هذا، كانت مع بقى 12 يوم انا كان عايش في الزنقة. دابا اختو كتقعد تعاير معايا كلمة بكلمة، كتقول لي القرعة هو اللي حس لي الشعر ديالي كامل، كتقول لي القرعة، كتبقى تعاير فيا الكلام اللي ما كاينش. قلتو كامل ما كيحملو، تجي واحد ما كيحملو. راه تبا كتبقى تحرطو عليك، تقول له مشي تزوج هذيك ما صالحة لك شي مرة. راه سمعت هو اللي تقول له هذيك ما صالحة لك شي مرة. انا ما جباش من العمل الغالب صافي تقارز مره خرجت عايشه العاده بقسما بالله. واش من الاول يعني ملي تزوجتو وانت عايشه مع هادشي هذا؟ لا دابا شي تقريبا شي عام الله وانا في المجال. يعني انت مزوجه بهم 2018، يعني 3 سنين كنتي عاديه مزيانه. مزيانه مؤخرا رجع الراجل ماشي نورمال، بدا كيزبل فيا. انا الوالده ديالي متوفي، يقول لي مشي للدين ديما، الناس كاملين عارفين انه في العوم. وشنو السبب ديال التغير هذا؟ واش كاين واش جا كيتعاطى شي مخدرات ولا شنو؟ كيما الحشيش وكيما الميتال. كيفاش الميتال؟ ما عرفتش، واحد احمر بحال الزرق بحال الحمق في الغوص، ما عرفتش داكشي. واش كيشمو السيليسيوم؟ كيشربو الكول. يمكن ما كنكذبش في هذا الشيء، قسم بالله العظيم حق السي الحزبي ما كنكذب في هذا الشيء. الناس كاملين عارفين انه كيتعدى. حاليا فين سكنتي دابا حاليا؟ دابا غير بوحدي كندور هكا. وهو واش عنده الدار؟ عنده كل شيء؟ عنده الدار ديال ديما ودابا ميتي كانت الوراثة. وما حاولتش يعني تلتجأ للسلطة ولا شي حاجة؟ شي للسلطة هي وكيتشكى وكيخلو مسعاديات شي وعاود ترجع يرجع العيا كيرجع. اللي فيه ما كيحي، داكشي اللي فيه ما كيحي. وعلاش ما بقيتيش معاه؟ علاش ما طلقتيش؟ انا دابا خصني نطلق، ما عرفتش كيفاه نمشي. علاش تعيط لكم على هادشي هذا؟ بسبب تعقدت مرة نفسانية، مرة تقسم بالله شو الحالة ديالي كيفاش عامل. واش هادشي هذا هو اللي عملو لك؟ هو اللي قطع لي الحوايج ديالي. هادشي هذا فوقاش؟ هادي شي شهرين باش قطع لي، وانا لابسة هاد الجلابة الحوايج ديالي كاملين داهم، اللي ما خلاها لي حتى شي حاجة. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا، ما خصني والو، يا خصني يتطلق من هذا السيد. دابا انا كنخاف يتعرض لي ولا شي حاجه، هادشي اللي كنخاف منه. الناس كاملين عارفين اني كنبيع التقاش. الرقم الهاتف ديالك باش اللي بغا يجي 06
49 35 10 60. اذا متابعي قناه شوف تي في، كنا سمعت معنا المعاناه ديال هذه السيده هذه اللي عايشه تشرد، اللي قدر يتعاون معها، يعني هي المشكل اللي عندها دابا حاليا، باغا تطلق من هذا السيد هذا، اللي يقدر يتعاون معها ولا شي حاجه يتواصل معها مع في الرقم اللي قالت هي والرقم اللي خلينا لكم حنا. اذا المتابعين قناه شوف تي في حاليا وصلنا لنهايه البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر اخر.